السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أثار استجداء الإطار التنسيقي للولايات المتحدة الأمريكية عبر حكومة محمد الشيع السوداني بإطلاق مستحقات الغاز الإيراني لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة أثار سخرية وغضبا في الشارع العراقي نتيجة الفشل المتكرر في إدارة أزمات البلاد. ووصف عراقيون دعوة الإطار التنسيقي لحكومة السودان بمخاطبة الجانب الأمريكي من أجل إطلاق مستحقات الغاز الإيراني بالذريعة الجاهزة للهروب إلى الأمام، وتكشف عن عدم المسؤولية، لأن الحكومات لا تعول على الدول الأخرى لحل مشاكلها، بل هي من تصنع الاستراتيجيات اللازمة وتضع الحلول لمشاكلها. طبعا كان الإطار التنسيقي قد دعا حكومة السودان من خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأمريكي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة على استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة. طبعا تشهد محافظات العراق تراجعا ملحوظا في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة بين العراقيين بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن حل أزمة الكهرباء على مدار 20 عاما. دعونا الآن نشاهد كيف علق أحد المواطنين بشأن هذه الأزمة. من 2003 لحد الآن الناشد نجدي نبقي نبكي نلطم على الكهرباء، فاتحملوا، لا تقول ليش الشتم، واللي يقول لي ليش تسبهم اصمت ابو، لان شرف ما عندكم. كهرباء ما تقدرون تدبرونها ليش؟ هاي الاطفال هاي شنو دربها؟ هاي تعرف دوله؟ يعني شنو هاي؟ هاي تعرف تريد تنام هسه؟ ها والقران قامت تضحك، ما تعرف روحها تضحك، جوز سودنت من النعاس من الحر. فعليهم انا على ابوكم ولا ابو احزابكم حجب حجب. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. في غضون ذلك حذر نواب في البرلمان الحالي من اقتراب حدوث انفجار شعبي في العراق بسبب أزمة انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وقال نواب حاليون إن هناك انفجارا شعبيا يلوح في الأفق إذا لم تدرك حكومة السودان الموقف أو تدارك الموقف، خاصة وأن ساعات القطع للكهرباء اقتربت من 18 ساعة يوميا. طبعا عضو الإطار التنسيقي محمد البصري حمل المواطن مسؤولية الانقطاع المستمر للكهرباء حينما قال بتغريدة أثارت غضب العراقيين من وصفه بجناب المواطن الكسيف الذي يقوم بتشغيل خمسة مكيفات والسخان وجلوبات زايدة. طبعا في موازاة الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، شهدت محافظة واسط تظاهر حاشدة أمام محطة واسط الحرارية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء، وردد المتظاهرون هتافات ضد إيران وأمريكا ومن يواليهما متوعدين الطبقة الحاكمة بثورة مرتقبة. لنشاهد. ما نرجع أبد، وهاي الأحرار باشا للحكومة المركزية للحلبوسي للسوداني لكل الأحزاب، اعتصامنا مفتوح الحين تنفيذ المطالب. ثورة يا علي، 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 Okay.
مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. سارعت القوات الحكومية إلى فض الاعتصام السلمي الذي شاهدتموه الآن أمام محطة واسط الحرارية بالقوة، مستخدمة خراطيم المياه الحارة في تفريق المتظاهرين ومطاردتهم قبل أن تعتقل عددا منهم، وسط استغراب شعبي من إقدام هذه القوات على هذه الخطوة بدلا من الاستجابة لمطالب المتظاهرين. لنشاهد. هاي اعتداء على الثوار بالماي. هاي شوف يا معود، ابن اشكال لا تخرب الموبايل. والله العظيم اعتصام مفتوح وراح تنبنى هسه الخيام بالله الكريم. لو ابو المحافظه اجى ما راح بالله الكريم اعلن اعتصام مفتوح وارجع اشعل النار بالقضاء. والله العظيم لا اوقف اوقف القضاء اشلع من العالم الخارجي كله ما دام هيك. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التغريدات مع وسم ماكو كهرباء أو كهرباء ماكو. القيصر يقول: لأن هذا النائب الكسيف محمد البصري اللي كما قلنا لحضراتكم كان قد وصف المواطن العراقي بالكسيف، يقول القيصر: لأن هذا النائب الكسيف محمد البصري يتهم الشعب بعدم الترشيد، وحضرة جنابه ما يرشد في بيته ويداوم في البرلمان اللي الكهرباء ما تنقطع 24 ساعة وراكب سيارة تبريد، وشوف شلون وجهه منفوخ من التبريد. أبو مؤمل يقول: كهرباء ماكو، بين السفيرة الأمريكية والجنرال الإيراني ضاعت الكهرباء والمواطن يعاني في ظل ارتفاع درجة الحرارة. فلاح حسن يقول: في غضون أشهر صرفت مليارات الدولارات على الكهرباء ولحد الآن السوداني يكذب على الشعب. بشرى تقول: لنا معكم وقفة أمام حاكم عادل يوم تلتقي الخصوم، 90 مليار دولار خلال 20 سنة صرفت على وزارة اسمها الكهرباء ولا كهرباء، مصيبتنا كبيرة. مشاهدينا الكرام دعونا الآن قبل أن نستقبل اتصالات وقبل أن نكمل مع حضراتكم، دعوني أقرأ لكم ماذا قال هذا النائب عن الإطار التنسيقي محمد البصري اللي تابع للحكومة ويطبل لها. خلينا نشوف ايش كتب في تويتر. يقول: ماكو كهرباء، ليش؟ لأن جنابك الكسيف، يوجه كلامه إلى المواطن، لأن جنابك الكسيف مشغل 5 مكيفات على الوطنية ما يطفن حتى وانت برا البيت، وجنابك الكسيف ممنوع ينطفي جلوب بالبيت وممنوع ينطفي السخان بالشتاء، وجنابك الكسيف مشطل على الخط الثاني أخاف يحتر مقعدك من تطفى، وجنابك الكسيف ما تقبل بالخصخصة وما تدفع كهرباء، وجنابك الكسيف تطبخ على الهيتر. هذا كلام نائب، هذا كلام التابعين، أحد التابعين لهذه الأحزاب. نأتيكم سريعا ببعض الردود. محب يقول: مولانا هساني ذني كلهن ما أسويهن، ومن أطلع أطفي الزايد، وحتى السبالت إذا الغرفة ما قاعدين بيها نطفيها، وندفع جباية الكهرباء وما مشطل على المحولة. يصير أقول أريد الكهرباء لو ممنوع هذا الشيء، لأن هاي حكومة أنفاس الزهراء، ممنوع أنه أنا أقول ماكو كهرباء. طيب مروة تقول: معقولة هذا تشخيصك؟ هسه إذا شغل كل ذني فورقة الكهرباء تجي 3 ملايين بالشهر، يعني المواطن بالنهاية يدفع. تقول تجي 3 ملايين بالشهر، فالحكومة ما عندها علي حجة، أنا بالنهاية دا أدفع فلوس. بالنسبة للعقد اللي وقع السوداني مع إيران وبقينا مذلولين إلها رغم دون حاجتها لأي إمدادات طاقة، هكذا تقول مروة، أنه أنا بالنهاية مواطن دا أدفع الجباية، أنت على أي أساس تتكلم هذا الكلام؟ ثم اللي إحنا ليش خليتونا تابعين لإيران وخاضعين لإيران وإحنا ما محتاجيها؟ أكو بدائل كثيرة. نستمع رأي السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. ابو عمر التشريني من الناصرية. حياك الله ابو عمر. طبعا كم مليار صرفوا على الكهرباء؟ شلون؟ جاي
كم مليار صرفوا على الكهرباء؟ أكثر من 100 مليار وأرقام من 90 إلى 100، من 80 إلى 100. رحم الله والديك. ف شغلة هي الكهرباء صار شغلة سياسية، صار شغلة إيرانية. نعم. دول الديول تابعين لإيران، خلي سمعوني. أنا تشرين من الناس إلى الحدي. فأنتوا ما تستحون ما تستحون. والله العظيم لا تستحون ولا تستحون. يعني هاي أنتوا تابعين للدول المجاورة. كلكم ذيولة وما تستحون وما تخجلون. فعمي أعطيك يا أستاذ محمد، خلي سمعوني الشعب. إحنا باشر طالعين الكهرباء هالناصرية. أتصور على حق لك شغلة. على المالكي موجود ماكو كهرباء، بس الخد علي موجود ماكو كهرباء، الفيل موجود ماكو كهرباء، هاي الاشياءات. طيب شنو ردك على محمد البصري احد اعضاء الاطار التنسيقي اللي يوصف المواطن العراقي بالكسيف، يقول له انت عندك 5 سبالت 5 تكييفات ما تطفيهن حضره جنابك الكسيف وتريد كهرباء، عندك سخان ما يطفى بالشتاء حضره جنابك الكسيف. هكذا هي عقلية وطريقة رد المسؤولين في الحكومة وتحديدا الإطار التنسيقي على كل صوت يطالب بالكهرباء ويسأل ليش ماكو كهرباء. شنو ردك على هذا النائب أو على هذا العضو ضمن الإطار التنسيقي؟ هذا ما هذول بالنسبة ذيول إيران. يعني المواطن، يعني انت روح للدول، روح انظر للدول، قل له اطلع للدول شوف الدول شنو من سبالت عتها، شنو الكهرباء عتها ما طفى، كهرباء كل درجه اولى. نعم. يعني تريليونات صرفنا على الكهرباء، يعني هذه الكويت صرفنا هاي تريليونات على الكهرباء. نعم. يعني حتى محطات بواخر جايين او شاهد. والله يا استاذ محمد يا عمي جل ولا. انا اشكرك ابو عمر، شكرا جزيلا من الناصريه، وصلت الفكره. ويانا ابو علي من ابو غريب، تفضل يا ابو علي. ابو علي من ابو غريب موجود ويانا شباب؟ طيب غير جاهز، نسمع رأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب هذا النائب من البصري اللي يقول هيكي، هذا ما يحاسب النفط اللي يروح مليارات 400 مليارات هاي السنة اللي يروح من البطن من الجيوب ما يحاسب عليها. يا خلي يجيني لي يعني لا عدة تبلت بالبيع. نعم. زين الشطوط فارغة وين نروح؟ لا كهرباء لا ماي. هو السؤال أبو علي، ليش ذولا بدل ما يبحثون عن حلول حقيقية مو ترقيعية لحل أزمة الكهرباء أو أي أزمة بالعراق، ليش لسانهم صليط وقليلي أدب على المواطن العراقي؟ حبيب مو أهل دولة دولة، ناس متسولين مو أهل دولة دولة. نعم. هذا الله وكيلك بسيارة ما يقدر تخليهم دولة يقودونها. طيب بالنسبة لنور المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وقيس الخزعلي ومحمد الحلبوسي وغيرهم اللي التكييف عندهم ما يطفى، هم كسيفين ذولا؟ عم بصدق منك، يعني احنا نحكيك يا بالصراحة. الله وكيلك، احنا الجنوب ما حدنا صدنا لليوم لا لا لا, لا مرجعية دينية ولا سياسيين. الله وكيلك، وقحضنا حظ بهاتنا، يعني دولة التيار والإطار. انا احكيك يا بصراحة، عودي مثل الجنوب. الله وكيلك، حرامية ولد حرامية. والله لعبت نفسنا، والله الموت يشرف لنا بالجنوب. الله وكيل العباس كفيل الموت اشرف منه من هؤلاء القوانين الجبناء اللي ما فادبت روح ام احزابهم حراميه وجل الانتخابات تخبني ولك يا ابن القدره من يستخبك. طيب انا اشكرك ابو علي، شكرا جزيلا، شكرا، كنت معنا من الديوانيه. نقرا تغريده اخيره ورد اخير من مصطفى على النائب عن او عضو الاطار التنسيقي محمد البصري. يقول مصطفى، التعليم ليش ممرود من كل، طبعا تغريدة مصطفى حقيقة طويلة لكن جيناكم بجزء بسيط منها. يتساءل يقول التعليم ليش ممرود من كل النواحي، هم جناب الكسيف يدز أولاده للمدرسة فت 5 مرات باليوم، لو أولادنا يلعبون بالمناهج ويضيعوها يظل نقص، يأكلون رحلات، يكسرون حيطان التكييف والتدفئة والبنكات يشيلوهن يأخذوهن للبيت. سأل على التعليم. طيب
وسأل على الصحة وقضايا كثيرة تتعلق بالإخفاقات والفشل اللي يحاولون يعني يبررون هذا الفشل بتبريرات أو بإلصاق التهم بجهات أخرى أو عن طريق اللسان السليط وقلة الأدب على المواطن العراقي. وطبعا هذا التذكير هذا التصريح أو هذه التغريدة ذكرنا نفس الشيء بتصريح سابق لقاسم الفهداوي وزير الكهرباء الأسبق اللي أيضا قال بأنه سبب نقص الكهرباء وانقطاعها المستمر بسبب أن المواطن مدى يطفي الجيزر سخان الماء. هذا كان تبرير وزير كهرباء. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. طيب، أثار اعتقال الناشط المدني لاري عباس بتهمة تمجيد حزب البعث وعلاقته بالحزب، أثار هذا الموضوع موجة غضب كبيرة في محافظة ذقار خلال اليومين الماضيين. عرف عن الشاب أن له مبادرات مجتمعية وهو صاحب مبادرة اسمها هذه ليست قمامتي لكن هذا وطني. هذه المبادرة وجدت من أجل رفع القمامة من شوارع مدينة الناصرية وتجميل جدران المباني برسومات لشخصيات معروفة ومناظر طبيعية. وعد ناشطون ومدونون اعتقال الشاب خطوة جديدة من خطوات تكميم الأفواه ومحاربة كل من يسعى لتنظيف العراق من القمامة بكل ما تحمله من معاني، سواء كانت على شكل الأكوام المنتشرة في الشوارع أو الأحزاب والميليشيات التي تتسيد المشهد السياسي كما يصفهم العراقيون. دعونا نشاهد جانبا من حملة لاري عباس في المقطع الآتي. ارتاح اتعب، الراحة مضرة للصحة، بدك تؤمن انه الراحة مضرة للصحة. الشغل راحة، الشغل هو راحة صحية، راحة نفسية، واللي بيقول لك ارتاح وخد راحة قول له طيب ليش ما بتريح قلبك؟ القلب يضخ دم على مدى 24 ساعة طول ما انت حي، عندما يتوقف ويرتاح يموت الإنسان. إياك أن تفرط في ذلك الحلم الذي عقدت العزم على تحقيقه، سيتحقق الحلم إذا امتلكت العزيمة والإصرار. كم من موهبة حرقت بسبب عدم إعطاء المجتمع فرصة للشباب. النجاح مش سهل شباب، النجاح مش سهل، لو النجاح سهل كان العالم كلها ناجحة. قبل لا تستسلم فكر، سنوات كثيرة مضت وانت تسعى وتجتهد، والحين يمكن يكون آخر المطاف ترفع الراية البيضاء. حلمك أمانيك يستحقون القتال حتى يتم امتلاكه. وضم أنت كل من حبطك، وضم أنت كل من زرع في قلبك اليأس. ارمي نفسك، ما تستناش لما المكتب يتوضب، أو إنك تجيب كرسي جديد، أو إنك تكتب بالقلم اللي أنت بتحبه، أو إنك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، أو إنك تستنى لحد ما الساعة 9 تيجي عشان تبدأ أي حاجة في حياتك. ابدأ. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. وصفت عائلة الناشط المجتمعي لاري عباس في ذقار اعتقال ابنهم من قبل أحد الأجهزة الأمنية في المحافظة دون أوامر قضائية بأنه اختطاف من الشارع، مؤكدة تعرضه للتعذيب بسبب تهم كيدية. وقالت العائلة إن قوة من استخبارات الناصرية قامت باختطاف لاري من الشارع دون أي أمر قضائي بحسب ما متوفر من معلومات. أكدت العائلة أيضا أن لاري تعرض للتعذيب داخل شعبة الاستخبارات بقوة، وانتزعت منه اعترافات غير صحيحة، وأظهرت صور لحظة اعتقال الشاب لاري عباس في مشهد يدل على حجم السطوة الأمنية التي يحكم بها العراق. دعونا نشاهد. جيب يلا جيب خلي عديك قوم يلا نبقى ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. تحت الضغط الشعبي أفرجت القوات الحكومية عن الشاب لاري عباس، وأكد الشاب في تسجيل مصور إجباره على توقيع تعهد داخل الاستخبارات بعدم الرسم على الجدران وتمجيد شعارات حزب البعث مرة أخرى، وهو أساسا لا علاقة له بهذا، إذ أن ولادته جاءت بعد الاحتلال بعامين. دعونا نشاهد ما الذي تحدث عنه الشاب لاري عباس الذي بدت عليه آثار التعب من جراء التعذيب، لنستمع. طلبوا بالغصب وقعوني على
تعهد بأن بعد منه جايز ما أسوي أي حملة تنظيف ولا أرسم على الجدران بعد، يعني هنا انتهت مسيرتي. بعد كلاس سويت من 2019 لحد الآن بعز ذروتي حاليا، المفروض أتوجه لمشاريع أكبر وأقوى، يتم توقيفي، المفروض يتم دعمي، يتم توقيفي وقعوا علي تعهد، بصموني بالغصب، بصم توقيع تعهد بأن ما استمر بحملات تنظيف ولا رسم. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التغريدات مع وسم هذه ليست قمامتي لكنه وطني، بس بالعراق. زينب تقول بس بالعراق اللي ينظف بلده ويحاول يحافظ على تاريخه وتراثه ينسجن وينضرب وينهان. نور تقول هذا جزاء اللي يخدم بلده وبدون مقابل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رنا تقول شاب متطوع يقوم بحملات تنظيف لمدينته الناصرية، بدلا من تقديم الشكر له وتكريمه يتم اعتقاله وتقديم التعهد بعدم قيامه بحملات تنظيف، أي عار سيلاحقكم أيها الفاسدون. طيب عندنا تغريدة أخيرة قبل أن ننتقل للاتصالات. رشا تقول في حكومة الإطار أي طريقة تعبر فيها عن حبك للعراق راح يتهمونك أنك بعثي. نستمع لرأي السيد وليد من بغداد، تفضل يا وليد. وليد من بغداد موجود يا وليد، أريد أسمع صوتك. يبدو وليد غير جاهز معنا. لقمان من زاخو، تفضل يا سيد لقمان. لقمان من زاخو أيضا عندنا مشكلة بالاتصال. عموما شكرا للمشاركين، دعونا نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. تتعالى الأصوات في محافظة البصرة من أجل إخراج ميليشيات الحشد من القصور الرئاسية التي تتخذها مقرا لها، ودعا ناشطون في المدينة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة لإخراج ما وصفوهم بفرق الموت المسؤولة عن الاغتيالات وتفجير المنازل وافتعال النزاعات العشائرية في المدينة. وشهدت المدينة انتشارا كبيرا للقوات الأمنية وإغلاقا لمحيط القصور الرئاسية بالصبات الخرسانية في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إليها. دعونا نشاهد. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. بالرغم من التحصينات الأمنية التي شاهدناها قبل قليل، خرجت تظاهرة واسعة في محافظة البصرة للمطالبة بإخلاء القصور الرئاسية التي تسيطر عليها الميليشيات. وذكرت مصادر محلية أن المتظاهرين رفعوا هتافات تطالب بإخراج الميليشيات المسلحة من القصور الرئاسية، واتهموها بتنفيذ عمليات من شأنها الإخلال بالسلم والأمن في محافظة البصرة جنوب العراق. وردد المتظاهرون هتافات ضد إيران وأمريكا، دعونا نشاهد جانبا منها. مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. تأتي هذه التظاهرات على خلفية استهداف منازل في محافظة البصرة من قبل مسلحين لجأوا بعد تنفيذ هجماتهم إلى مقرات الميليشيات في مجمع القصور الرئاسية.
ويتهم السكان البصرة الميليشيات التي تتخذ من مجمع القصور الرئاسية مقرا لها بتنفيذ اغتيالات ضد شباب ناشطين. وأظهرت صور مشاركة عائلة فقدت أحد أبنائها بعد اغتياله على يد فرق الموت وسط صرخات من أقاربه تطالب بالقصاص من قتلته ومحاسبة فرق الموت ومن يحميها داخل القصور الرئاسية. لنشاهد. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. مجتبى يقول: الوكر الرئيسي للمطلوبين والقتلة والمجرمين من الميليشيات هي القصور الرئاسية. علي السعيدي يقول: شكو قاتل، شكو مجرم، شكو مطلوب خاتل بالقصور الرئاسية التي أصبحت ملاذا آمنا للعصابات. تعليق من علي يقول: القصور الرئاسية باتت تحمي القتلة والمجرمين، على الحكومة إخراجهم. وأبو رامي يقول: القصور تحولت إلى قاعدة عسكرية لإيران وميليشياتها. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم، فابقوا معنا. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في هذه الحلقة. لدينا مواضيع متعددة نطرحها وطرحناها أيضا في بداية الحلقة. نستقبل الآن بعض الاتصالات. معنا السيد لقمان من زاخو، تفضل يا سيد لقمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لقمان، لقمان تسمعني؟ يبدو لقمان غير جاهز. أبو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم يعني حيل طلعت رواحنا وملينا من هاي السوالف، هاي مال الكهرباء وانقطاع الكهرباء وانقطاع الغاز وكذا. نعم. ويطلع اليوم على أساس لقى الحل الناجع شو اسمه محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء. يا بيقول نعم. بما أنه أمريكا ما قابلة أنه نسلم لأن عقوبات على إيران ونسلمها فلوس الغاز وكذا، وراح نعطيها نفط أسود ومقابل الغاز اللي جينا. نعم.
ومنها 3-4 أيام راح يجينا وراح يتحسن الهالب بشكل تدريجي وهم يخلص شهر ونص ويتحسن الجوجل. واحنا عندنا مليارات بتحرق يوميا من الغاز. لا اسمح لي قلنا انتوا اساسا صار لكم 20 سنة في سدة الحكم. نعم. حكومات متعاقبة واحزاب نفسها هي تدور. شنو الشروة وبها منا من ايران شكو رابطين غازنا ونفطنا وكهربانا ومصيرنا في ايران. نعم. او حتى لو اي دولة اخرى. يا اخي 20 سنة ما بنحكي لكم محطة واحدة، ابنوا محطات بدل هاي العشرين سنة والمليارات. راح اقول لك ابو زينب راح اقول لك سريعا جواب الاطار التنسيقي. جواب الاطار التنسيقي لحضرتك وغيرك من العراقيين يقول لك مع كامل الاحترام محمد البصري العضو عن الاطار التنسيقي يقول المواطن الكسيف حضرة جنابك الكسيف انت السبب انه ماكو كهرباء، لان انت تشغل التكييفات مالتك الخمسة على الكهرباء الوطنية ما توقفها وسخانك بالشتاء ما يطفى. هكذا هو رد الإطار التنسيقي للمواطن العراقي الذي يسأل أين الكهرباء. هذول ناس همج رعاح والله العلي العظيم. خيرهم يمكن ما عنده شهادة سادس ابتدائي وسوونا ضحوكة لمختلف دول العالم. أنا أرجع وأأكد على النقطة، أنت شكو تربط مصير الغاز والنفط والكهرباء بغير دولة؟ نعم يا أخي، إيش ما طفي النار مع الغازنا اللي صار له 70-80 سنة يحترق وإحنا نساهم فوق ما نحرقه ويتبدد بالهواء نطي عشرات المليارات من الدولارات سنوياً ويتمننون علينا وكل شغلة تكفخهم بها أمريكا يكسوها على الشعب العراقي. مو المدمر الشعب العراقي. زين وليش ما بنيتوا محطات 20 سنة تبني بها 20,000 محطة وإحنا مقتدرين؟ يا أخي هاي قطر عايشة فقط على الغاز سنويا 170-180 مليار دولار. هاي لبنان عايشة فقط على السياحة. احنا ما شاء الله كل خيرات الله عندنا، بس احنا عندنا طيب. الشعب ايضا صوت الشعب ساكت. انتوا شكو ساكتين؟ طيب انا اكتفي وياك. نعم اكتفي ويا حضرتك سيدة ابو زينب. ويانا السيدة ام رقية من بغداد، تفضل يا ام رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول لك يعني أستاذ إحنا نريد يكون حلقة خاصة تخص العفو العام، يعني أنا أقول لك السجناء راح ينتهون والله العظيم داخل السجون العراقية. نعم. يعني لو شوف الأذية اللي إحنا نروح مواجهة، نريد نشوف السجين مالتنا يعني يطلع مختنق، حتى أكسجين ماكو بالسجون. نعم. يعني يجيبون بالليل 15-10 يومية بالليل لما صار عددهم 70 نفر. هو منطورة صغيرونة كم متر بمتر وحمام واحد، وإذا طفت الكهرباء عندهم اليوم اللي يتكين ثلاث ليالي وما حد يدير لهم بال. نعم. بالإضافة إلى التواصل، يعني ما نقدر نتواصل وياه خلاص، يعني إذا أريد نروح لنا من نطار الشباك صغير حتى ما يحق لنا نشوفه ونحشو وياه. صحيح. نعم. يعني هاي السجناء 3-4 والله العظيم جاي تشكي، اكو بيهم يختنقون يموتون بالسجن ما حد يدري بيهم. احنا سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع في حلقه سابقه وطرحنا بها تفاصيل، حتى اتصلوا بينا معتقلين داخل السجون المنتشره في العراق، خابرونا من داخل الزنازين وشرحوا لنا معاناتهم. حقيقه مهما كان الكلام ومهما كان الاعتقاد اللي او الصوره اللي يتخيلها الواحد عن داخل السجون، لكن الحقيقه تكون ابشع دائما. يعني تصور والله العظيم حتى يعني الموقفية مالتهم، هو موقوف، هو متهم موقوف، ليش الحد الآن صار له 8 أشهر بالموقف؟ ليش ما حققوا وياه وشافوا شنو قضيته أو شنو حكمه؟ ليش يخلوه بالسجن 8-9 أشهر؟ ليش؟ نعم. ليش تحقيق الحد الآن ماكو؟ هو مو متهم، أنتم لازم متهم، ليش ما تحققون وياهم؟ صحيح. يعني لازم مكومين واحد فوق الآخر، يعني أنا أقول لك راح يموتون والله العظيم، بس ما حد يوصل صورة صحيحة للسجناء. يعني نعم. يعني موت فظيع، انا اقول لك كارثه مع الامراض المزمنه كارثه. صحيح. سيده ام رقيه اني طبعا اشكر حضرتك وان شاء الله هذا الصوت يصل الى من يسمع. سبق وطرحنا هذا الموضوع بتفاصيل اكثر وتحدثنا حتى مع معتقلين كما قلت لحضرتك قبل لحظات، وناقشنا معهم تفاصيل ما يحدث لهم داخل السجون والمعتقلات وطبيعه معاناتهم وحجم الظلم الواقع عليهم. وان شاء الله باذن الله في القادم ايضا سنفتح هذا الملف مره اخرى. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. نصل الآن
إلى الملف الرابع ضمن الفقرة الأولى. من محافظة البصرة ننتقل بكم إلى محافظة القادسية، حيث اقتحمت قوة تابعة لميليشيا الحشد مقر نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة القادسية الذي يعد قيد الإنشاء، واستولت على المقر دون معرفة الأسباب. وأظهرت صور احتجاج الصحفيين على دخول هذه القوة واحتلالها لمقرهم بقوة السلاح بعد انتشار عربات مصفحة داخل المقر. لنشاهد. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. أكد رئيس فرع نقابة الصحفيين في الديوانية أحمد الشيباني أن قوة تابعة لاستخبارات الحشد اقتحمت المقر قيد الإنشاء واستولت عليه، وبيّن أن القوة المقتحمة لا تزال تفرض سيطرتها على المبنى. دعونا نستمع. واحد اخذ سيد عباس الزاملي رئيس لجنه الامن والدفاع، اخذه وراح لمن؟ راح لوزاره الماليه، وكتاب رئاسه الوزراء، وكتاب بيد وزير الداخليه عن اشغال هذا البيت. واضح؟ قوة مسلحة تحمل سلاح ثقيل، قاذفات، بكيسيات وملثمين يقتحمون المقر وياخذوه ويغلفون المقر ويقولوا هذا المقر مالتنا، وين ما تبون تروحون روحوا. احنا الدولة يحكمنا القانون، مدينة الديوانية آمنة. ما اعتقد انه مقر مجاور لمقر نقابة الصحفيين الامن الوطني وتجي قوة ملثمة تقتحم المقر وتاخذه يعني تستولي عليه، والامن الوطني والقوات الامنيه ما عندهم علم بهذه الجهه. احنا كل احنا يحكمنا القانون، نقابه الصحفيين تحكم القانون، والجهات الامنيه وكل شيء يحكم القانون. ما ممكن نسكت عن هذا الموضوع. نتابع التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام. ظافر يقول عصابات ومعروفين المن تابعين، بس ما حد يقدر يحكي، الناس تخاف. تعليق من حيدر يقول لا نعرف إلى متى يبقى هذا البلد بلا قانون، نقابة الصحفيين سلطة لا يعلى عليها سوى القانون، وإن شاء الله وقفتنا كلنا زملاء وإخوة صفا بصف من أجل جعل الديوانية آمنة ودولة مؤسسات. علي الجشعمي يقول للأسف انتهاك سافر لحقوق الصحافة. وكرار يقول نقابة الصحفيين في الديوانية خط أحمر. نستمع الآن مشاهدينا سريعا للسيد أبو عدي من بغداد. تفضل يا أبو عدي. أبو عدي من بغداد غير جاهز. نأخذ أبو زينب من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ شلون كيف أغاني؟ حياك الله أبو زينب. بالنسبه لموضوع الكهرباء وهذا الملف الشائك، يعني خلينا نقول نعم. الملف المستحصي من ايام ايهام اسامه الراعي. اسمعني اخي وياك. من ايام ايهام اسامه الراعي اول وزير بالحكومه العراقيه اللي طو وزاره الكهرباء لحتى اللحظه. طيب يعني احنا ما استفادينا، يعني بس ارد اشوف ما استفادينا من تجارب مصر. مصر بلد مو غني، انا اعتبره مو غني، وارداته بسيطه. صحيح. يعني على قناة السويس تجيهم بالسنة 7-8 مليار. مو تمام ومو تمام. مو تفاصيلنا هسه، خلينا ويا العراق. اي لا مو اقول لك يعني تجربة. لا مو كل البلدان العربية يعني فيها ثروات، لكن بيها مشاكل. يا 4 مليارات. نعم. بس اسمح لي، 4 مليارات
يعني بنوا اربع محطات ويريدون ويصدرون من عندها. احنا اليوم على لسان مسؤولين بالحكومه صارفين 85 مليار اخي. نعم 85 مليار صارفين. وين هاي 85 مليار؟ بس اردفين يعني. نعم زين يعني كهرباء ما عندنا، درجه الحراره 50، وارداتنا بالشهر 7 مليار حال حاضر، كانت 11 مليار من كان النفط صاعد، هسه 7 مليار، يعني 7 مليار واردات العراق بالشهر الواحد. ما عندنا كهرباء هيك بلدنا يعني ما قاعد يصير ما ادري شو يسوي. العيب يعني وين؟ العيب والخلل وين يا ابو زينب باختصار لان ما عندي وقت، العيب والخلل وين؟ بالمسؤولين بمن الخلل؟ باصحابين القرار. نعم من بين القرار؟ يعني مو بالمواطن مثل ما يعتقد المسؤول. المواطن بيش مطلوب؟ المواطن ايش بيده؟ ما حد. نعم احنا لو نريد، احنا الشعب لو نريد نصنع المستحيل نطلع بالشارع نصنع المستحيل ونغير واضح الواقع. نعم طيب انا اشكرك ابو زينب من واسط، شكرا جزيلا واعتذر منك لضيق الوقت. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو من عواقب خطيرة بسبب تراجع منسوب مياه الأهوار جنوب العراق، وقالت المنظمة إن منطقة الأهوار تشهد أشد موجة حرارة منذ 40 سنة مصحوبة بنقص مفاجئ للمياه في نهر الفرات. وجاء تحذير منظمة الفاو متزامنا مع أشد موجة جفاف تضرب عدة مدن في العراق مصحوبة بتلوث كبير في المياه وسط تحذيرات من تبعات أزمة الجفاف. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية أعد هذا الفيديو أو هذا التقرير الانفوغرافيك، دعونا نتابع. أطفال تمرضت، أطفال صار بها جرب، أطفال كش ما ظل بها، ناس هاجرنا، ماي ماكو. ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. أكد قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق على أن نوري المالكي زعيم ما يسمى ائتلاف دولة القانون يسوق الوهم في موجة جديدة من التصريحات الطائفية الطافحة بالأكاذيب التي تناقلتها وسائل إعلام حكومية وأخرى تابعة لأحزاب السلطة. وقال القسم في تصريح صحفي بشأن إساءة المالكي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الأمة الإسلامية إن المالكي يحاول العبث بعقول العراقيين وأفهامهم حينما ألف بعض القصص ونسبها للتاريخ ساعيا عن طريقها إلى تأجيج مشاعر الناس وتحريضهم طائفيا، من ذلك تجاوزه بفظاظة وسوء أدب على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا واتهامهم بما ليس فيهم، متجاوزا بحقده المعروف وجهله المعتاد مدح القرآن الكريم لهم ورضى الله عز وجل عنهم.
وأثارت تصريحات المالكي موجة غضب كبيرة بين أوساط العراقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حينما تصدر اسمه الترند على موقع تويتر، حينما هاجم رواد المنصة المالكي وحملوه مسؤولية تزييف التاريخ والإساءة للإسلام والمسلمين. نتابع بعض التغريدات. عبد القادر النايل يقول: المجرم نور المالكي يريد إعادة الطائفية والحرب الأهلية لأنه مشبع بالإرهاب والدماء من أيام تفجيره لأول مفخخة في بغداد على الجامعة المستنصرية في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك المعتوه يستخدم سب الصحابة وتزوير التاريخ لطمس فساده وفشله وتبعيته للاحتلالين الأمريكي والإيراني. تغريدة من حسين يزيد الغاشمي يقول: نور المالكي ليس إلا طفيلية من طفيليات هذا الزمان، لا يسوى نعل من نعول عمر ولا يسوى جورب من جوارب علي، فمن يكون حتى يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه مجرد طفيلية خبيثة. تغريدة من خميس يقول: الكذاب المنافق سارق أموال العراق الذي دخل العراق على ظهر دبابة أمريكية، يتطاول على فاتح مصر وبلاد الشام وعمان وليبيا، هذا الفارس والجبل الأشم القرشي الكناني يتطاول بحقه هذا النكر الأشر. وأحمد الدباغ يقول: مع اقتراب كل انتخابات وفي كل فصل صيف لاهب وانقطاع الكهرباء في العراق، يعود الطائفي نور المالكي ليستدعي طائفيته المقيتة التي سلمت الموصل لداعش قبل 9 سنوات. وهنا أقول للمطبلين: لماذا تزامن هذا الحديث مع انقطاع الكهرباء والانتخابات وغيرها؟ بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.